مهرجان الأردن العالمي للطعام الأول من نوعه، يأمل زواره تكراره لنجاح فكرته كتجمع للمطاعم والمحال التجارية وكدعم للمنتج الأردني بكل أنواعه. العائلات والشباب الصغار من أكثر زواره. البيع كتير منيح للكل، الضيوف كتير مبسوطين. You can go around تفرجي، بس تفرجي على وجوه الناس كلها مبسوطة، كلها بتضحك تلعب، يعني الحمد لله كل شيء تمام. صراحة كتير كتير حلو، عشان بيعطي مش بس فرصة إنه الناس إنه يتعرفوا على المطاعم الجداد، وهيك كمان يمكن هيك تتعلمي عن أشياء إنه مطاعم وأكلات كتير مرتب صراحة، وحبيت كتير التنظيم وفي كتير options، يعني وين ما تلفي وجهك بتلاقي إشي من كل الأشياء، حلو برجرز أشياء صراحة أبدعوا، يعني لازم يصيروا يعملوا هذا الإشي كتير مرات أكتر. التنظيم بكل أشكاله من أكثر ما يميز مهرجان الأردن العالمي للطعام، فالهدف هو وضعه على الخارطة السياحية العالمية للطعام، فكل ما يحتاجه الزائر والضيف يجده بين أروقته من خدمات طعام وشراب وشراء منتجات يدوية وطعام تراثي وحتى الخدمات الطبية. طبعاً كل المطاعم والأجواء وكل إشي حولنا طبعاً كله مرتب، التنظيم جداً رائع وخصيصاً الناس والجو كتير حلو. المهرجان كتير كتير حلو، لازم كل حدا يجي يزوره. التنظيم تبعه بجنن وكل إشي مرتب ويعني نظيف وكل حدا لازم يجي يزوره. كتير حلو المنطقة والأكل كتير زاكي. الأجواء المرحة طغت في المهرجان، حيث وفر مهرجان الأردن العالمي للطعام فرصة حضور فرق موسيقية وحفلات بالإضافة للفقرات الترفيهية، وجميعها بنكهة عربية أردنية أصيلة. مهرجان الأردن العالمي للطعام يحتفي بالثقافة والمجتمع والمطبخ الأردني، مئات الزوار لتجربة تذوق الطعام وربما تعلمه أيضا من خلال عروض للطبخ، بالإضافة إلى قضاء أوقات عائلية ممتعة من خلال مرافق المهرجان. شهد الطرعون، المملكة، عمان.